جهة سوس مسا. اليوم جينا الحمد لله مع السيد رئيس الجهة ومع السيد والي صاحب الجلالة على جهة سوس مسا. تم عقد هذا اللقاء مع عدد من المستثمرات والمستثمرين وعدد من يعني الشباب المهتم بهذا الميدان. هذا الميدان طبيعة الحال جاء من أجل أولا تكميل الصورة الاقتصادية لجهة سوس مسا التي هي معروفة بعدد من القطاعات المهمة والتي أيضا لديها مؤهلات تمكنها إن شاء الله من إنجاح هذا المشروع ديال تربية الأحياء البحرية. ثانيا كما تعلمون وفي إطار مخطط أليوتيس هناك محور تثمين الثروة السمكية وأيضا حماية الثروة السمكية، ويعتبر أو تعتبر تربية الأحياء البحرية امتداد طبيعي من أجل تثمين هذه الثروة عبر إن شاء الله التحضير لمنتوجات جديدة لتربية الأحياء المائية. نتمنى إن شاء الله أن يكون إقبال كبير على هذه العروض، ونتمنى خصوصا أن يكون إن شاء الله المغرب بلد نموذجي فيما يخص النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر جديدا علينا جميعا إن شاء الله.